مساء الخير لمشاهدي برنامج ليلى من العمر يلي صار لهم ناطرين فتره كثير طويله لحتى نرجع على الهواء. بتعرفوا بهالسنتين تقريبا خفت الاعراس وما قدرنا نصور لانه وضع البلد ما كان بيسمح واكيد وضع الكورونا. بهالموسم رح بتكون مهمتنا انه نسهل مهمتكم بتحضير الاعراس، يعني انتم قاعدين ببيوتكم عم بتشاهدونا رح تقدروا توفروا بنزين وتوفروا برم وتعرفوا مين هن السبلايرز الموجودين بالبلد يلي رح تقدروا تتوجهوا لعندهم مباشره لحتى تتعاقدوا معهم لتحضير عرسكم. قبل ما نبلش حلقتنا انا بعرف انه في كتار منكم محمسين لحتى يعرفوا كيف رح يقدروا يشاركوا بالبرنامج لحتى يربحوا الاعراس المجانيه. لتعرفوا الطريقة تابعوا هالريبورتاج. برنامج ليلى من العمر عودكم يقدم لكم أعراس مجانية فخمة من تنظيم ليلى من العمر ويدينج بلانر، وبهالموسم العاشر إذا حبيتوا تربحوا واحد من الأعراس الأربعة المجانية ما إلكم إلا تدخلوا على مواقع التواصل الخاصة فينا وتعملوا زيت الخطوات على الأكاونتات الثلاثة حتى يحتسب تصويتكم. أولاً لازم تعملوا فولو لمواقعنا الثلاثة، ثانياً لازم تسجلوا أسامي العرسان الكاملة بالمواقع الثلاثة بالكومنتات تحت البوست الخاص بالأعراس المجانية، ثالثاً عملوا لايك وشير لكل هالبوستات، وحتى تزيدوا فرص ربحكم طلبوا من عائلتكم وأصدقائكم يصوتولكم بزيت الخطوات على كل مواقعنا. أما الأكاونتات الثلاثة الخاصة فينا فهي على تيك توك بولين دوت صهيون، على انستغرام بولين صهيون اوفيشال وليلى من العمر، وبيبقى نقول جود لك للجميع. هلا صار لازم نبلش حلقتنا ومشوارنا الاول كان على منطقه الجديده لحتى نزور المصور المبدع ستيفن حداد. ستيفن حداد بقول لك اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا، نحن اشتقنا لك من بعد غيبه، هيدا الموسم العاشر تبعولنا واصرينا نحن انه تكون موجود معنا باول حلقه، كيفك؟ الحمد لله. ستيفن هلا نحن بوضع يعني صرت انت اول شيء اشهر من ان تعرف صراحه. ثانك يو. فالفكره هي انه نحن الاساس عنا هلا انه نعرف اكثر عن الباكجز، لانه بتعرف كل العرسان عتلانين هم الحجوزات والدولار طالع نازل الى اخره. صح. شو بتخبرنا عن باكجز؟ لكن احنا عاملين باكجز خصوصي لكل الاعراس، وخصوصا انت بتعرفي هالفتره اللي مرقين فيها الناس عم بتسال اول شيء السعر. صح. فحبفوت دغري بالاسعار. بتعرفي انت في اعراس صغيره ممكن يجي عريس يقول لي عندي عرس كثير صغير، بيت عريس بيت عروس ممكن تهاني او سهر او كنيسه بدون سهره ممكن ناخذ 800 دولار. لك قديش نزل يعني كنا من زمان على 2000 2005 ستارتينج، هلا صار ستارتينج 800 وممكن نطلع. هلا قديش نطلع قديش هو العريس بحب ياخذ؟ ممكن يوصل ل 1000 1005 ماكسيمو اذا اخذ كل شيء. يعني هاي الاسعار هتكون كثير ريزونبل او بيقدر الناس تحملها. حتى اذا عرس اصغر من 800 يعني عرس كاميرا واحده بيكون عرس 20 شخص كمان اوطى من 800. اوكي. يعني لك قديش عم نصيب كل شرائح المجتمع. I'm trying to hold my breath Let it stay this way Can't let this moment end Take my hand Will you share this with me? Cause darling, without you All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky will never be enough Never be enough Never enough Never enough Never enough for me طيب. وستيفن كمان هلا اللي عم يعتلوا همه كمان المشاهدين اللي عم يحضروا لاعراسهم،
على الموضوع المسافة البنزين، يعني بيحسبوا إذا بيوتهم بعيدة ممكن ستيفن يغلى علينا، ما بعرف. لا لا أقول لك شغلة، هلا هو إذا كتير بعيد مثلا بيجيني أعراس بالجنوب كتير أو بعكار ممكن ما نعمل له سعر، ما نعمل ديسكاونت خفيف، لأنه هول الأسعار بعطيك هني ممكن يلحقوا ديسكاونت، العالم بتحب الديسكاونت بتعرف، إذا بنعطيه باكج شو فيك تزبط لي بتعرفي حلو، الزبون بحب إنه اخذ ديسكاونت. طب هلا الزبون اللي عم ياخذ ديسكاونت والزبون اللي عم بيجي من ورا ليلى من العمر، هذا ما رح تعمل له اكيد نعمل ديسكاونت اكيد اكيد. مشاهدين ليلى من العمر اكيد نحن بهمنا وهالشيء، بس هي الفكره انه بطل نعمل ديسكاونت، نحن بنكون صريحين معه انه وهن بيكونوا عارفين انه الوضع بالبنزين والترانسبورتيشن بيكون في كل طبعا. انا دائما بحب اكون كثير صريحه مع الكابلز يلي عم بيشاهدونا، بنلاحظ انه في فوتوغرافرز كثير عم بينزلوا على السوشيال ميديا بابها ما عندهم بتريلرز بتاخذ العقل، بيقول مدري وين مصورين وكيف مصورين، بنجي على الحقيقه عم نشوف انه الكابلز عم بيتفاجئوا انه لا، التسليم اللي عم بيسلمون يعني بيكون توتالي ديفرنت، غير ليفل كليا. اللي عندك الحلو انه انت مثل ما بتعرض على السوشيال ميديا مثل ما عم بتسلم كل الليفل، يعني حتى عرس كبير ولا عرس صغير، مزبوط 100%. وانا بصر اعطي العريس احلى ما بيشوف يعني ما بغشه، بديش يعني قلتي معك حق، في كتير متعدين اذا بدك على المصلحه، او بحط تريلرز او تيزرز على الفيسبوك انستا بيغش انه واو لك شغله شو حلو، بتطلع الصرخه بعد العرس. انا بقول لهم للعرسين جمله واحده بتلخص سؤالك كله، انا بشتغل كرمالي مش كرمالهم، مع انه هو صح. عرسهم مية. ما بفكر اكيد هن المستفيدين الاول من النتيجه، بس انا الاستمراريتي هي اللي بتنجحنا، وهذا اللي صرنا كذا سنه معكم. وانا بقول لهم عرسان ما تسالني عن شغلي، اذا بتعرف حدا شاغل عنا حتى ما تفوت على الميديا اسال حدا شاغل معنا كيف المعامله، كيف النتيجه، كيف التسليمات بتكون، كل شيء. هذا احلى حل بكون اخذ السؤال 100% العريس او العروس 100%. ستيفن انا كمان بدي اقول للمشاهدين انه عن جد يعني من خلال تعاملنا معك نحن ولا مره كان عندنا مشكله معك انت شخصيا او مع الكرو او مع النتيجه، نحن راضيين والعرسان اللي عم نكون عم نشتغل معهم دائما راضيين عن نتيجتك. بدي اقول لك انه كمان الحلو عندك انه دائما بس يعرفوا انه ستيفن خلص صاروا على العميانه، ما بحاجه يشوفوا حتى داتا من عندك، صح؟ 100%. هذا الحمد لله، هيدي نعمه. وفي كذا عرس عملناهم مع حد مع ليلى من العمر وانعرضوا وكانت نتيجه كثير احلى ما الناس توقعت. بدي اقول مشاهدينا انه لما بتشتغلوا على اعراسكم انا بعرف انه بتكونوا انتوا عم بتحضروا لكل ديتيل موجود بالعرس وعاطينه هالقد اهميه، في كثير فوتوغرافرز ما بينتبهوا لهالديتيلز، ستيفن بيبقى مركز مع كل شيء، بيبقى هو ايش على اكثر منكم صدقوني، وكل اللي بتكونوا عم تشتغلوه انتم بكون رح يبين بالصور وبالفيديو. ستيفن حداد ثانك يو لانك شاركت معنا بهالموسم العاشر، نحن كان لنا شرف انه نفتتح الموسم فيك. ثانك يو، وانا بتشرف كل موسم، وانا انبسطت انه رجع ليلى من العمر يظهر على الشاشه عن جديد بوجودك طبعا. ميرسي. لأني بعرف إنه كل عروس مستعدة تقطع ألوف الكيلومترات وحتى تسافر على الصين تتلاقي فستان أحلامها،
أنا قصرت لها هالمشوار وتوجهت من الجديدة على منطقة سور اللي بتبعد بس 82 كيلومتر عن بيروت لحتى نزور مصممة الأزياء المعروفة بتصاميمها الرائعة فريال الزياد، والمشوار كان عن جد بيحرس. مدام فريال زيات، مصممة الأزياء المحبوبة والمعروفة، نحن كتير مبسوطين إنه اليوم عم تستضيفينا عندك بسور. عن جد نحن كتير اشتقنا لك. أول شيء أنت كنت ضيفة معنا من كذا سنة وهلأ رجعنا وكتير حبينا إنه نستضيفك بالحلقة الأولى. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا مدينة سور، شرفتونا. مرسي، الشرف لقلنا. بدي أقول لك إنه بهالسنتين الغياب يلي بتعرفي كورونا وثورة، يعني يمكن خفوا كتير الأعراس وبالتالي أكيد خفت الكولكشن عند كل الديزاينرز. السنة كيف راجعة؟ راجعة بقوة أكيد. نحن كنا بهيدا الوقت عم نحضر، ما وقفنا أبدا. وين ولا الكوبات ولا على سايت شو؟ فتنا بأكثر من كوب. الكوب الأقل اللي هو دايما بيكون أساسي بكل الفساتين، عنا الكوب الواسع اللي هو بيخرج الفساتين الكبيرة والأعراس الكبيرة، وعنا الكوب العادي للفساتين اللي بتكون لأعراس بمطارح صغيرة، مطاعم أو صالات صغيرة، أو بتقتصر على الأشياء العائلية. طيب بالنسبة للألوان شو جددت بالألوان؟ طلعنا من الأوفايت، طلعنا من الكريم، فتنا بالأبيض، الأبيض اللي فوتنا معه السيكونس الفضي. هلأ كتير طالع اللون الفضي مع الأبيض، اللون القوي بالكوليكشن تبعيتي، فحبيت أنا فوت بألوان جديدة كرمال يكون في نقلة نوعية من الأشياء اللي كنا بالأول شغلين عليها لديزاينات جديدة بألوان جديدة. هلأ المشاهدات اللي عم بتفرجوا علينا أكيد تعرف إن إحنا باختلاف الطوايف في لبنان، فمجرد شايفينك هيك محجبة يمكن بقولوا ما بتعمل إلا المحجبات شو؟ لا أكيد نحن بنرضي كل الأذواق. كرمال هيك أنا عملت فستان مبطن مع كم خالص للصبية المحجبة، أما الصبية اللي منا محجبة ففي عندها اثنين أوبشن، يمكن خياراتها شوي أوسع. كرمال ولا إيه، كرمال بيكون عندها فستان ممكن مع كم ترانسبيران شفاف، ممكن يكون الفستان كل باتو فيه ديتيل بقشاط منه لمحجبة بالأساس. اوكي، وبالنسبه لاهليون يعني الشبينه، ام العريس، ام العروس، كمان حصتهم كبيره؟ حصتهم دائما كبيره معنا، في اشياء جاهزه وفي اشياء كمان اندر اوردر. ممكن ام العروس، ام العريس اذا حبوا يصمموا شيء اكيد بيتناسب اجسامهم او خياراتهم، ممكن بيكون عندها خيار خاص فيها حابه تنفذه بهيدي المناسبه، اكيد قماشاتنا جاهزين وقادرين نعملها، والوقت كتير مدروس. ممكن يكون لشبينه او ام عروس ام عريس من 15 ل 20 يوم ولا العروس؟ العروس بدها من شهر لشهر ونص. بس كمان شيء كثير منيح انه مشان اكيد لانه الاكيب العمل، اكيب العمل كثير قوي وحاضر وجاهز ومتعاون معنا بكل التفاصيل. مدام بتعرفي انت هلا نحن بهذا الوضع اللي نحن فيه، الصبايا كثير هممهم موضوع الاسعار. يعني خاصه بتعرفي انه انت بسور، بيقولوا نحن اذا نطلع من بيروت على سور بدنا نعرف اذا هالسعر مناسب لنا لنروح على المشوار. الكولكشن شافوها اوريدي وعم بشوفوها خلال الحلقه وشايفين انه كثير حلوه، بيبقى نعرف السعر حلو ولا مش حلو. كثير حلو كرمال اللي قطعنا فيه. فنحن كثير عم نتعاون مع الصبايا، عملنا اسعار كثير مدروسه، بتبلش من 300 دولار ل 600. هيدا هو اوبشن اول.
أوكي. الاوبشن الثاني شو ميزه الاوبشن الاول؟ بشو بتميز عن الثاني؟ يعني بيتميز عن الثاني نفس التفاصيل والكواليتي اللي هي قويه، وهي بيدد عباره عن شغل ايد، بتكون كميه الشاحت هو اقل كرمال هيك بيكون السعر اقل. اوكي. والا حجم الفستان اصغر، حجم الفستان اكيد. هلا الفستان اللي هو للاعراس الصغيره يعني اكيد. اوكي. هلا الاعراس الكبيره عاملين شيء مختلف بنفس الكواليتي، ولكن الشاحوت بيكون اطول، النفشه بتكون اكبر، بيكون فيها سندريلا شيب، برنسس شيب، هيدي الاشياء اللي هي متعارف عليها. بدها صاله كبيره ليكون في طل كبيره للفستان للعروس تتالق بطل حلوه. صح، بس بدي اقول لك شيء، يعني اجمالا لما بنقول فستان سمبل بياخذوه انه ما في شاك او هيك، لا نحن عم نشتغل بالشاك بس حجمه اصغر. هي الحجم الحجم، ولكن الشاك السمبل من ناحيه الفرشه الكبيره بيكون كميه القماش اقل، ولكن الشك ما بيقل ابدا عن الفستان الكبير لانه الفستان طلته بشكه. اكيد اكيد. بس بدي اسالك، قلتي لي قد ايه سعره اللي مشكوكين الكبار للجران مارياج؟ ببلشوا من 600 دولار. يعني حتى هول افوردبل. مدروسين كثير. يعني صفت عن جد المجيء على صهور، سواء بالكولكشن وسواء بالاسعار، عن جد محرزه. او شيء محرزه شوفوك تعرفوا عليك. حبيبه قلبي، اهلا وسهلا فيكي وفيهم. ثانك يو. نحن ما نقول لك ثانك يو كثير عن جد لانك استضفتينا عندك، وبعتقد انه الصبايا عن جد رح يحبوا الكولكشن لانه هي كثير حلوه بغض النظر عن فساتين السهره. عن جد يعني اهلا وسهلا فيكم. هول مش الالوان الوحيدين على فكره، بس انا حبيت يكون هيك زيت اللون بالكاد، بدي اقول انه في من كل الالوان اكيد، وكل السايزات هي اهم شيء، حتى البيك سايز يعني موجود. أوكي. موجود. طيب انا بس بدي اختم معك وارجع رحي فيك مره جديده، وان شاء الله نشوفك كمان بحلقه جايه ان شاء الله. حبيبتي شرفتوا. ثانك يو. بعد أربع ساعات تصوير بصور رجعنا على بيروت، وتحديداً على منطقة الشيفرولي لنزور واحد من أبرز السابلايرز اللي كنا نعتمد عليه بقوة بموضوع الليد سكرينز وكل أمور الطباعة، كل ما يكون عنا تنظيم عرس فخم. عن مين عم بحكي؟ أكيد عن ماستر جروب. نشوف هادي الراعي الأونر لماستر جروب. أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليلة من العمر بحلقته الأولى لموسمه العاشر. كيفك؟ منيح. اشتقني لك. أنا كمان. تعرف صلنا شي سنتين أنا مش شايفتك. يمكن مزبوط. صح، سنتين كنا مشغولين على الآخر فيها. مية مية. نشوف هادي، أنا بس بدي أقول للمشاهدين أنه ماستر جروب واكيد يعني بوجودك انت كانت من اهم السبلايرز اللي انا عم بقدر اشتغل معهم اعراسي. ماستر جروب بلبنان معروف انه يعني النقطه الابرز تبعيتها هي اللات سكرينز، هي الفلاكس، هي الفينيل. فيك تقولي انتيرير ديكوريشن شو ما يكون لعرس. ما بقى انه نتوقف على كلمه برينتينج تما نسميها فلاكس. يعني برينتينج الفلاكس هو اذا بدك تغيري باك جراوند، الدانس فلور اللي هو برينتينج كمان مع دانس فلور. ممكن يجي كتير ايتمز اللي هي ديكوريتيف نحن بنشتغل عنا. نحن بنشتغل من زمان شيء اسمه كولد نيو، وفيت بالاعراس تدريجيا، بس بالسنوات الاخيره صار نقطه اساسيه بالعرس. وقت بحط بكولد نيو اسمه واسمه او ديزاينات او لاف يو، يعني بتعرفي قد ما بيخلصوا الاشياء ممكن نقولها. فهودي القصص كلها، يعني كل شيء بيساعد هالعرس ليكون ناجح نحن بنصنعه عندنا هون، موجود من شغل ان هاوس يعني كاستمايز. فدي كمان انا اللي بعرفه انه انتو بتعملوا ستيج، بتعملوا وود، يعني كل شيء شغل خشب كمان للاعراس مش بس للمحلات. مزبوط. كل شيء اليوم هي ماستر جروب اهميتها مش لانه هي انخلقت تشتغل للاعراس.
هي شركة فيها عدة أقسام، فيها القسم بيشتغل طباعة، قسم تاني بيشتغل أرميت اللي هو اللي عم نحكي بالعراس كول نيون الدرج، بس هي شقفة من شغلة الطبيعي اللي بتشتغله كل يوم لكل العالم للديكوراسيون تبع المطاعم تبع نايت كلوبز تبع بيوت تبع شو ما كان. عنا الديبارتمنت بيشتغل نجارة، يعني مثلا نقول خشب، هلا اللي بيشتغل نجارة بيشتغل شو ما كان، إذا كان لعرس ولا كان لفيلا ولا لقصر ولا لأي شيء، بيشتغل كل شيء ليزر كاتينج، يعني حتى يمكن بيجيك اشياء بستينلس ستيل تنقص، يمكن تكون للديكوراسيون لبيت بس يمكن تستعمل بعرس، ما لها علاقة. يعني احنا ما فينا نعيش بس من العراس، لان العراس هي مواسم وشركة بيكون فيها فوق 200 موظف، ما فيها تضل ناطرة بس هالشيء. فبيكون عنا ديكوراسيون اكتر شيء، مشتغل اف ام بي، مشتغل مطاعم وهالديكوريشنز بقى المطاعم النايت كلوبز، ايام بيجينا فيلل، ايام بيجينا شرك. العرسان يلي برات لبنان وحابين انه يتعاونوا معكم، مضطرين يطلبوكم بس من لبنان ولا صار عنا فروع برا؟ بس نحن صرنا موجودين بالخليج بقطر تحديدا، يعني وقطر تخدم مناطق الامارات او السعوديه، من هنيك بنقدر نخدم، وبقطر بحد ذاتها اللي هو بلد رائع جدا وحلو كتير. وبقطر عنا شو السيرفيسز يلي موجودين؟ كثير سيرفيسز اكثر، يعني مش اكثر، زدنا على السيرفيس اللي عنا ماستر جروب نفسها، نسخه عن ماستر جروب موجوده كامله بقطر اللي هي برينتينج، ساينج، خشب، كل هالقصص. عم نشتغل كثير بروجيات، نحن اخذنا ايقونه قطر، اخذنا اكبر اول اوتيل 6 ستارز بقطر وهو منه حتطلع الفيفا. هلا بالنسبه ترجع للاعراس، بالنسبه للاعراس صار عنا ساوند ولايت، صار عنا كل شيء يعني كامل. قبل نحن بنخدم الشركات اللي تشتغل للأعراس، بينما هلأ صرنا بناخد من ننفذ العرس كامل. طيب فادي، الشيء كمان اللي جديد عن جد، يعني انتو برهنتوا انه انتو شركة ما بتستسلم، يعني حتى بوقت الكورونا لقيتوا شيء تعملوه، سوقتوا عادي وسوقتوا كمان للأعراس اللي هو الماسكات. مجبرا لا بطلا نقوله، صح؟ صح. يعني نحن بفترة اللي اجت المظاهرات فيها ودغري كان في كورونا من بعدها، وتأجت الثورة، نحن عنا 220 موظف، يعني جمد كل شيء، العالم عالمنا جمد، صرنا بالطرقات عم نهيس مع المتظاهرين، بعدين وعينا على حالنا انه بدنا نطعميهم. صح. والموكي سكرت مثل ما بتعرفي، كريزة بكل البلد. اول شيء نحن فتحنا قطر بهالوقت، اذا بخبرك خبرية ما رح تصدقيها، نحن بعنا ماسكيت على الصين، بما انه نحن كتير عنا عملاء هنيك وفي شغل بيننا وبينهم، فاستنجدوا فينا بالماسكيت ولبيناهم ماسكيت. ومن بعدها من هون اجت الفكرة، عملنا معه الماسكيت لبنان، هو الافضل بلبنان، يعني معتمد من قبل الصليب الاحمر اللبناني، بكفي جيب سيرة الصليب الاحمر اللبناني. بتعرفي نحن عنا ايه 99% protection. طيب بالنسبة للعرسان بيقدروا يكونوا عم بيشتروا الماسكيت من عندكم ويعملوهم مثل سوفينيرات، يمكن يطبعوا عليهم قصص معينة؟ اذا كانوا بدهم هيك مثل انه كل العالم يكون عنده ويكون اسمهم واسمهم يخلوها سوفينير مثلا، خاصة لانه كورونا، يعني هي فكرة حلوة كمان وانا غالي، يعني ما عملناها بشكل واحد ما بيقدر عليها او بده يشيلها بادجت، لا شغله بسيطه. affordable، very affordable. We'll be right back.
فادي الراعي نحن بدنا نقول لك ثانك يو كثير لك ولماستر جروب، وعن جد اشتقنا نرجع نشتغل سوا، ان شاء الله قريبا بنجتمع بشي عرس. اكيد اكيد، والله يوفقك. ثانك يو انتو كمان. الحمد لله بلشنا نحس انه الحياة رجعت طبيعية، بترجع طبيعية. بكفي انه بوجودك اليوم بأول هيدا الانترفيو يعني بيعني انه رجعنا، رجع في امل. هيدا كان الهدف صراحة، انه عن جد حسيت انا انه خلص اتس تايم انه نرجع، لنرجع كلنا يلي بنشتغل بدومين الاعراس نحط ايدنا بايد بعض لنرجع نطلع بهيدا الدومين من بعد كل هالفترة الركود يلي قطعنا فيها. انا اكيد انه دومين هلا دومين الاعراس هو بالابوجي، نحن عنا حجوزات مش طبيعية، يعني حجوزات افضل من اخر سنه كنا سوا، افضل لهالسنه. انا بعتقد انه هي الصيفيه خلص زهقوا لانه الحلم بدهم يخلصوا. ليك انا طبعي بوزيتيف يعني، بس انا بقول لك بعتقد انه هيدي الصيفيه لو شو ما كانت العقبات رح تكون وحده من اجمل الصيفيات على لبنان. يلا ان شاء الله خير علينا وعليكم، اكيد اللبنانيه والاجانب كمان نحن ما نضيعهم اكيد. ثانك يو لالا. يا هلا. واخيرا وصلنا على رونبوان الحايك، هالمحطة النهائية بهالحلقة. وشو في أجمل من إنه نختم حلقتنا مع أكتر الأمور اللي بتعطي حماس وجو للعرس؟ الزفة. ولما منقول زفة سباقة بأفكارها على العمياني منكون عم نقول زفات.com. مشاهدينا مثل ما صرتوا تعرفوا أكيد نحن هلأ موجودين بمكاتب زفات.com للأونرز باسل وعباس الحسنية. باسل thank you لإلك لأنه استضفتنا بالحلقة الأولى. أهلا وسهلا فيك. أنا كان بهمني أطلع الحلقة الأولى أكون معك من الأساس، فتحة خير. علينا كمان علينا كمان حبيبتي. باسل بدي أقول لك نحن يعني أنا وياك دايما سوا صح، فبس المشاهدين أكيد اشتاقوا لكم واشتاقوا لزفات واشتاقوا بعد غيبة سنتين ما شافوكن على الهواء يعرفوا شو الجديد تبعكم. هلا هو قطعت فترة الثورة وفوتة البانداميك والآية فغبنا شوي، بس نحن كنا موجودين على الأرض وكنا عم نشتغل وكنا عم نعمل ويدينجز، بس ويدينجز كنا شوي يعني على وضع البلد وكيف كانت الأجواء عم نمشي مع وضع البلد وهيك. فهلا أخذنا شوي بريك مثلا وبلشنا نشتغل على الأيدياز الجديد وتحضير للجديد. في ايدياز كتير مهضومه اصلا اوريدي، عملنا كم عرس السنه الماضيه كانوا كتير حلوين، عملنا بمصر عرسين كانوا واو، وعملنا ب شو كان التام تبعهم؟ طب هيدول فينا نحكي عليهم. التام تبعهم ايه كان كان عندي كتير كان شغل على المالتي ميديا شوز اللي هي اذا بدك سكرينز و 3 دي مابينج ما ما ايه كان في قصص كتير مهضومه هيك شغالين عليها. بعد عرس مصر عملنا عرس ببيروت كمان نفس الكونسبت 3 دي مابينج والبنات اشتغلوا اشتغلنا صورنا كنا مصورين فيديو على جرين سكرين كروما وحطينا باك جراوند فيها واشتغلنا عليهم، كانت ايديا كتير مهضومه، هو عم بينطلبوا كتير منا. هذا رح يكونوا من الايدياز كمان. هولي بادجت كبيره يعني عم نحكي تنبلش نخبر شوي على العرس، ما رح نحكي بادجت بس بادجت في بادجت يعني اذا بدك رجعنا شوي للبادجت اللي كنا فيه قبل الكورونا اذا بدك يعني اذا بدك حدد لك شوي يعني رجعنا ذا سيم. لا في كل عمره في بادجتس بيكون ديبينز اي بيكون عندك مثلا حدا بيجي بياخذ باكج مثلا مهضومه بيعمل عرسه بيكون ساتسفايد وطج زفات وهيك بيكون سعره مقبول كتير. وفي عندك حدا لما بده يطلب شيء سبيشال او بده ياخذ شيء خاص له ميوزك برودكشن وهودي القصص اكيد غير برايسنج يعني، بس أكيد. بس ان جنرال لا اسعارنا حتكون كتير مدروس السنه وكتير مهضومه وكل العالم رح تيجي يمكن تلاقي بادجت تبعها. Oh.
الحلو انه عند زفات يعني المشاهدين اوقات بيشوفوا شويات كتير كبيره عندكم صح. بيقدروا يعملوها هي ذاتها بذات الكوستيومات بس على اصغر عدد اصغر على عدد اصغر صح. فبتكون الباجت صغيره صح. يعني هيك ما بكونوا انحرموا من هالشو الحلو. هلا في كوستيمز واكسسوارز جديد هودي ما فيك لانه هو مثلا اليوز تبعهم منه كتير هيفي يوزد يعني سو مثل الاشياء يعني رح كبل لك هنت صغيره مثلا انا بدي اقطع مثلا الفايبر اوبتيك لايتس مثلا هلا هو كتير دقيقين بالشغل يعني هو ما في ينزلهم كيف ما كان وين بس عم نشوف فيه كتير مهضوم وحلو رح اصلا انت شهادتك مجروحه يعني ما رح بس انه بس انه العالم رح يحبوه كتير اكيد. تعرف باسل انا بدي اقول شغلتين صارت معي انا شخصيا العلاقة بزفات. مرة كنت عم بفرج حدا من الزفات المنافسة قالوا لي حابين نحن نشارك معك. قلت لهم اوكي بس انا عندي ليفل معين يعني. قالوا طب فرجينا الشغل. قام انا معي على تليفوني شو تبعكم يلي عملتوه بأعراس فرجيتهم. كانت ردة الفعل اذا هيك لا نحن ما فينا هالقد. اول شغلة عندك الاستمراريتنا اللي من 20 سنة او 22 سنة اذا بدك لهلا نحن نمبر 1 نحن عملنا شيء اسمه زفة بالبلد. تاني شيء عم نحكي اليوم زفة بيفكروا العالم انه الزفة يلا جروب اجوا عملوا زفة وفلوا. لا الزفة هي شغل يعني اليوم بيجي العروس بنقوا عريق الغنية بنقوا الميوزك تبعهم بنقوا الانترنس للتياب وهيك خلصت فلوا خلص انه ريحوا راسهم. لا هون ببلش شغلنا يعني هون في اخراج في الميوزك في اللينكس للميوزك في كيف بدك تلعب بالميوزك امتى بتكون ليفل واطي مشان ما تكون مونوتون امتى بتكون ليفل عالي امتى بيفوت الشهور لما هيك الكوز بومبس لما بتفوت العروس طلع العروس لما بيفوت العريس ممنوع ما يكونوا العالم كلها مركزين وهيك. هيدا اللي بيميزنا يمكن اكثر عن غير انه نحن بنفوت ديب بنشتغل اكثر على الميوزك بنشتغل اكثر على الاخراج بنشتغل كانترنس كلها بنكون حبكينا صح من اي تو زي وبنفس الوقت انه جايين نبسط العالم مش بس انه جايين نعمل سبيكتاكل او شو ونحمل حالنا في جو يعني بيكون في جو بده يكون في جو بده ينبسطوا الناس يعني صح. وين ما كنت انا عم بعمل عرس اسمي زفات دوت كوم عرس يلا بدي اختم بشغله كثير هيك اخبركم اياها بصيفيه كنا عم نشتغل عرس خلصوا 7 دقائق خلصوا وقته خلص بس الفكره بدي اخبركم انه كان في عرس عم نشتغله سوا انا وباسل والعروس فجاه بنص العرس او باحب الاحرى باول العرس طلبت شو زياده فانا تلقائيا يعني انه هذا الشو مش متفقين عليه ويعني انا ما عرفت شو بدي اعمل رحت عند باسل قلت له العروس بدها شو زياده فشو حتعمل قال لي زفاتت كوم معك ما تعتلي هم بذات العرس كان اتصل بالكرو الجديد تبعه بالكوستيومات كانوا وصلوا ونفذوا الشو بوقته مثل ما بدها العروس وطلعت العروس كثير مبسوطه ثانك يو لك ولا بدعته اني تايم نحن بهمنا نتعامل معك ونشتغل معك على طول وانت إذا بدك مثل أخت للشركة لقلنا من 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 عمر يعني صح فا it's a pleasure ويعطيك العافية بتجنني وكل ما أنت عم تحلوي يتسلم جلني باسل بدي لك thank you عن جد مرسي لك على شغلك وعلى محبتك لزفات كمان نحن هيدي من شكلها كتير منيح thank you مشاهدينا بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا معنا الليلة وتعرفتوا على سبلايرز ما كنتوا تعرفون لحتى تقدروا تهونوا مهمتكم بتحضير عرسكم ما تنسوا أنه تتصلوا فينا لحتى نحضر أعراسكم لأنه نحن ليلة من العمر مش بس برنامج ليلة من العمر ويدينج بلانر بشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع اللي جاي